بعد ثلاث مسابقات لصيد الأسماك بمشاركة ثلاثة دواوين السالمية والوطية والفنطاس للصيادين، اختتمت فعاليات مهرجان الموروث الشعبي البحري الخليجي لصيد الأسماك، وهو الحفل الختامي لتوزيع الجوائز على المتسابقين الفائزين بالمسابقات. أتشرف بأن أكون الآن مع أخواني وعلى رأسهم الأخ الكريم سعادة الشيخ سالم النواف لاحتفال بختام الموروث البحري، وحقيقة لا يسعني إلا أن أشكر أخي الكريم وجنوده المجهولين اللي قاموا بتركيز تعليمات سيدي صاحب السمو بإحياء هذا التراث، تراث الآباء والأجداد. هذه المسابقة تتواصل في دورتها السابعة، والتي تهدف وتساهم في حفظ تراث الآباء والأجداد وتساعد على التلاحم الوطني والاجتماعي، وهذا كله تحت ظل مكرمة أميرية ورعاية ولفتة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. المهرجان والحفل الختامي ظهر بصورة تليق ب المكرمة الأميرية، وأيضا ظهر بصورة تليق به ممثل عن صاحب السمو، والله الحمد الأمور كلها كتنظيم وكأعداد الله الحمد تم التوفيق من رب العالمين بإنجاح هذه الفعاليات في الحفل الختامي لهذا العام. نتقدم بأسمى آيات التهاني والشكر والعرفان إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو ومقام سيدي سمو ولي العهد حفظهم الله على هذه المكرمة الأميرية السامية، والتي جرت على عادة سموهم الاهتمام بهذا التراث، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهم بالصحة والعافية. مهرجان الموروث الشعبي البحري الخليجي لصيد الأسماك شهد إقبالا كبيرا من المتسابقين والمنافسة ونيلهم الجوائز الكبرى لهذه المسابقة. من ختام فعاليات مهرجان الموروث الشعبي البحري الخليجي لصيد الأسماك، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.